السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من متابعة عن قرب. تعتبر المؤسسة الأمنية صمام الأمان في ضمان هيبة أمن الدولة الداخلي، وهو ما دعا إلى بناء أمن وطني تونسي بنى دولة الاستقلال. تعتبر المؤسسة الأمنية أولى المؤسسات تونسة في الدولة الوطنية وفق ما اقتضته ظروف الاستقلال الداخلي الذي لم يسمح آنذاك بتونسة مؤسسة الدفاع إلا بعد الجلاء العسكري الأجنبي إثر معركة أكتوبر 63. لكن سرعان ما تحولت المؤسسة الأمنية إلى جهاز بطش بالمواطن وترهيب له في ظل صعود مفهوم الدولة الأمنية وتضخم مؤسسة الداخلية في العهدين البرجيبي والنوفمبري التي أسست نجاح الدولة على قمع الشعب وترهيبه. وذاكرة أقبية الداخلية وسجون الدولة الأمنية ليست سوى شواهد على مظالم العصر. وفي هذا الصدد يحضر معنا الأمين العام المساعد لقوات الأمن التونسي الأستاذ محمد زيتوني منافقي. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك سي محمد. إذا السيد محمد زيتوني منافقي يحضر معنا اليوم قصد التطرق لما تداوله الشارع التونسي وبعض الفاعلين السياسيين من وجود جهاز أمن موازن صلب الداخلية. إذا في البداية سي محمد، قبل التطرق للأمن الموازي ولكواليسه، المواطن البسيط يسمع برشا حديث على الأمن الموازي، عن وجوده صلبة داخلية، حتى نفهموه مفهوم مبسط للأمن الموازي صلبة داخلية. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بعد الثورة ظهر مصطلح جديد هو اسمه البوليس السياسي، وقع قد يتلكوا به السياسيين فترة معينة، كي بقاش عنده جدوى، ما عاد عنده حتى جدوى تذكر، تحول المصطلح جديد وهو الأمن الموازي. الأمن الموازي هذا ضر لدى بعض السياسيين بعد شعور البعض اللي كون المؤسسة الأمنية بدأت تتعافى وكون المؤسسة الأمنية هي القاطرة التي تجر البلاد نحو الرقي والنماء، وكانت الغاية الأساسية من ظهور هذا المصطلح الجديد اللي هو الأمن الموازي هي ضرب المؤسسة الأمنية وإفشال مخططاتها. والكلمة هذه ما عندها حتى معنى. نحبوا نحكيه على أمن موازي في كل الإدارات، في كل ثم أمن موالي مش أمن موازي. خضر الناس مركزة على الأمن الموازي، إذا كانوا ضد الخصوم السياسيين يولي أمن موازي، كل ما يكون ضد السلطة يسمى عند أو مع السلطة يكون عندهم هما أمن موازي، إذا كان يتماشى وما يتعارضش مع مصالحهم يولي أمن جمهوري وأمن محايد وأمن مستقل. قبل ما نتقدموا في الحديث وقبل ما نفهم تفاصيل وحيفيات الأمن الموازي وما وراء ذلك من أسئلة تراود ذهن المواطن التونسي وحتى الشارع السياسي بصفة عامة، خلينا نفهم ساعة تاريخ المؤسسة الأمنية وظروف تونستها في التقرير التالي للزميلة بهيرة عوجي. إثر تحصل تونس على استقلالها التام سنة 1956، تم انتخاب المجلس القومي التأسيسي لإعداد دستور جديد للبلاد، وتبعاً لذلك تم تشكيل أول حكومة تونسية بعد الاستقلال برئاسة الحبيب بورقيبة رئيس الحكومة آنذاك. وكانت أولوية الدولة التونسية الحديثة العمل على استتاب الأمن بالتراب الوطني، فكان قرار بعث أولى وحدات قوات الأمن الداخلي يوم 18 أفريل 1956 المتكونة من الأمن الوطني والحرس الوطني وأعوان السجون والإصلاح والديوانة والحماية المدنية. وفي السبعينات تم بعث الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب، والتي تعد اليوم رابع أقوى فرقة لمجابهة الإرهاب في العالم، وترجع قوات الأمن الداخلي بالنظر إلى وزارة الداخلية. ولكل وحدة أمنية مهامها الخاصة، فبالنسبة للأمن الوطني تتمثل مهمته الأساسية في حفظ الأمن العام في المناطق الحضرية والتصدي لأعمال العنف والشغب، في حين تتمثل وظيفة الحرس الوطني في حفظ الأمن والنظام العام بالمناطق الريفية، كما أنه يحرس الحدود البرية والبحرية بالتعاون مع الديوان والجيش الوطني التونسي. أما أعوان السجون والإصلاح فلهم وظيفة واحدة وهي الحفاظ على أمن ونظام السجون، إلى جانب الديوانة فتتمثل وظيفتهم في حراسة الحدود بالتعاون مع وحدات الجيش الوطني التونسي والحرس الوطني ومراقبة المؤسسات الصناعية التي تصدر منتجاتها إلى الخارج وتسهر على عدم دخول الممنوعات إلى التراب الوطني كالأسلحة والمتفجرات. الحماية المدنية تسعى إلى حماية المواطنين من الكوارث كالحرائق والفيضانات وإغاثة المصابين في حوادث الطرقات. يعتبر الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب من أكثر الوحدات تجهيزاً وتدريباً بين قوات الأمن الداخلي،
بالرغم من أهمية المؤسسة الأمنية ودورها الفعال في ضمان الأمن واستتابه في البلاد، إلا أنه في يوم مرت بعديد التحولات، بداية من النظام السابق في عهد الرئيس زين العابدين بن علي الذي عين مديراً عاماً للأمن الوطني في 1977، ثم وزيراً مفوضاً للشؤون الداخلية قبل أن يعين وزيراً للداخلية في 28 أبريل 1986، ثم رئيساً للوزراء في حكومة الرئيس لحبيب بورقيبة في أكتوبر 1987. في ذلك العهد كانت أصابع بن علي تدير أجهزة النظام الأمني وفقاً لإرادته وتطبيقاً لمصالحه، حولت دور المؤسسة الأمنية وأصبحت تحمي أمن الشخص لا أمن الدولة، وهو ما تسبب في مظالم كسرت جدار الثقة بين المواطن والجهاز الأمني الذي بات ينظر إليه كجهاز قمع واستبداد وقوة غاشمة من الدكتاتورية. ولئن بدأت ملامح إعادة هيبة المؤسسة الأمنية وتأسيس علاقة جديدة بين المؤسسة الأمنية والمواطن تتجلى خاصة من خلال بعض الإجراءات في بناء أمن جمهوري محايد يتخذ ذات المسافة من كل القوى السياسية ويحرص على أمن المواطن والدولة ومؤسساتها. إذن كان هذا التقرير التالي الذي قامت به الزميلة بهيرة عوجي فيما يخص تاريخ المؤسسة الأمنية وتاريخ تأسيسها. بن علي انتقل في الرتب بسرعة لينتقل من المؤسسات العسكرية إلى المؤسسات الأمنية، من ملحق أمني إلى مدير عام الأمن الداخلي إلى وزير داخلية ثم رئيس حكومة فرئيس دولة في ظرف قياسي تقريبا شهر ونصف. إذن أستاذ محمد، كيف أن الداخلية فتحت أبوابها لبن علي سواء في انقلابها على بورقيبة أو في إدارة شؤون الدولة؟ هو من سوء حظ التونسيين أن بن علي معنا الفترة الزاهية المخلوعة كانت في آخر أيامات الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة، وكانت معنا استغل العجز والمرض نتاعه وزاد القى معنا المناخ مهيئ بوجود بعض الأطراف مثل سعيد أساسي وغيرهم، هم اللي ساعدوه على اختراق الداخلية ومن ثم الانقضاض على الحكم. إذن كيفاش في الوقت هذاك بن علي كان ينظر للأمن؟ اللي هو بن علي عمره ما انظر للأمن كصمام أمان ولا كمؤسسة تخدم العموم الشعب التونسي، بل معناها رسخها وخلاها ديكتاتورية باش تنفذ المخططات نتاعه وباش تخدم الحزب الواحد وباش تخدم الشخص الواحد وباش تخدم العائلة المتصهرة. أنت قلت لي ثم كان العديد من الأشخاص اللي ساعدوه للاختراق الداخلية والوصول معناها إلى الحكم بسرعة وفي ظرف قياسي، لكن ثمش ظروف أخرى مع الأشخاص والأطراف هذه اللي سهلت وصوله إلى الداخلية ثم ليصبح رئيس دولة فيما بعد؟ نجم ثم زاد ظروف خارجية وإقليمية كانت تتهيأ فيه. بمعنى ثم حتى استخبارات أجنبية، كانت ثم الدول المجاورة وعلاقته بالعقيد الراحل القذافي، فما برشا ظروف إقليمية وخارجية، تكوينه في عديد الدول الأوروبية في الاستخبارات والاستعلامات، وزيد الظروف حتى الداخلية والظروف المحلية، والعجز متاع بورقيبة كان في صالحه هو، وكان من حسن حظه لقى الجو مهيئ للانقضاض على الحكم. بالفعل كل هذه الظروف ساهمت في أنه ينتقل الحكم في ظرف قياسي، وأيضا في تحول الأمن الداخلي والمؤسسة الأمنية من مؤسسة سيادية مهمتها حماية المواطن والسهر على معناها على راحته وعلى أمنه إلى مؤسسة تخدم معناها مصالح أطراف معينة ومصالح أفراد. إذن بناء المؤسسة الأمنية هو حاجة موضوعية لكل دولة تريد أن تحمي أمنها الداخلي الذي لا يقتصر بدوره على هاجس الاستقرار الأمني وحسب، بل أيضا على دواعي الخدمة الأمنية وقضاء شؤون المواطن وحمايته وإنفاذ القوانين، باعتبار أن المؤسسة الأمنية هي جوهر السلطة التنفيذية. إذن أستاذ محمد، كيف تحولت المؤسسة الأمنية من جهاز يخدم المؤسسة السيادية إلى جهاز يخدم مصالح الأفراد؟ لكن قبل السؤال على الإجابة على السؤال هذايا، ندعوك وندعو السادة المشاهدين إلى متابعة الروبورتاج التالي الذي قامت به الزميلة أميرة مغني في رصد لآراء الشارع التونسي وبعض أهل الشأن فيما يخص الموضوع هذايا. نتابع الروبورتاج ثم نعود. عندي ثقة في الأمن من تو، على خاطر الامن يخدم على روحه ان شاء الله وكل شيء. والله فما امن فيه ثقه وفما امن ما فيهش ثقه، شويه مش برشا. الامن مش كيما قبل، انا عشت الفترات الكل، العهد البرجيبي، العهد نتاع نوفمبري نتاع بن علي، والعهد هذا تو بعد الثوره. الامن مش كيما قبل، الامن
فما تحس فما حاجات تبدلت. الأمن في فترة ما ما عادش فما ثقة فيه. بطبيعة الحال كما جيش الأمن البلاد راهي باركة. إن شاء الله يرجع صارم معناتها ويشد الأمور بالباهي كما قبل، هما توا معناتها يخدموا فهمت كيفاش وربي عينهم. والله من قبل وتو لو كان مش بالأمن ما نعيشوش يعني كما توا كما الأمن هو كل حياتنا. كان باش نقول ما عنديش ثقة كلمة قوية ياسر فما تبي الله خاطر فما عبيد فما تبي الله قاعدين يخدموا. مي أنا ديما نقول لازم إرادة سياسية فما تبي الله باش انك تولي تعطي ثقه في كل شيء مش الامن بركره. اي عندنا ثقه في الامن ان شاء الله ربي يعاونهم خاطر المجهودات اللي قاعدين يعملوا فيها مجهودات كبيره برشا. الداخليه والله تو بالنسبه للسيد لطفي بن جدو اللي تو بارك الله فيه قاعد يخدم وماشي بالقدا. الداخليه ما عنديش حتى فكره عليها، ماش تعمل في حد شيء، تقعد فينا بكلام برا معنا. والله الداخليه تم مجهودات كبيره قاعد تعمل بها الداخليه خاطر ثم فيها اعضاء قاعدة تقوم مجهودات كبيرة وفيها أعضاء أخرى إن شاء الله ربي يهديهم اللي تنجم نقوله لهم. والله يخدموا لا ما نكذبش عليك يخدموا أما تبقينا فما شوية صعوبات، فما نقصتهم زادة التجهيزات، فما عباد قاعد تخدم فما عباد من تالي ماهمش من وراهم فهمتي عرقلوا فيهم ومش قاعدين يخليو يعني يخليهم يخدموا عليها سمتني. والله الداخلية فيها وعليها. الداخلية الشغل لك الداخلية هما ناس مأمنين وناس محلفين، وإذا كان مش يقول الأمانة قدام ربي يقول قدام الشعب اليوم قدام ربي قدام يمناش. عندي ثقة في الداخلية بلا حدود، أما ما عنديش ثقة في جماعة السياسة كل. ثم ضربة استباقية عملتها الترويكا واكتشفت ثم نوعا ما من التلاعب وثم نوعا ما من عدم الشفافية في العمل الأمني وثم شوية اختراقات. تم التغيير بعض الإطارات الأمنية من على رأس الإدارات العامة للأمن الوطني. أمن الموازي بالنسبة لي أنا تتمحور ماهيش في تتمحور في ربيع حماية الثورة. فهمتني؟ دونك مادام ربيع حماية الثورة موجودين دونك أمن موازي موجود. ولا هذه اللي يخافوا منها الناس الكل. أي سمعت أي. ولا أنا نتصور إنه معناتها فما ناس معناتها ممكن هكا في الخفاء عندهم أسلحة عندهم من عشان أنا سلط ما عندهم ما نكذبش عليك. مش بالضبط أما سمعت كيو كلام وبرا فهمتها ما سمعتش هذي ما نعرفوش أنا فما ما نعرفش ربما الموازي أن فما شرطة تخدم أمن ثاني دون الأمن التابع الداخلية من معناها منكب من غير شرعي غير قانوني. شنو حسب تعبيرنا واحد يخدم ضد واحد عبارة في بيرو ضد الناس مش فاهمين على شكون مش جاي الخدمة ما تمشيش. والله ما سمعتش الحق الأمن الموازي هذا ما زلت ما سمعتش به. الأمن الموازي هو مصطلح غريب ساعة على 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 الجهاز والأجهزة الأمنية ظهر بعد الثورة رغم أنه كان موجود حتى قبل الثورة. مفهومه هو أنه ثم جهات تخدم صلب وزارة الداخلية لفائدة جهات أخرى خارج عن وزارة الداخلية. دونك الأمن الموازي المفهوم متاعه أنه ثم هيكلية كاملة باراستركتور هيكلية كاملة ما هيش داخلة في هيكلية وزارة الداخلية ما هيش ظاهرة في هيكلية وزارة الداخلية عليها إطارات وأعوام في عوض يخدموا وزارة الداخلية فقط يخدموا في وزارة الداخلية لكن يخدموا في غير وزارة الداخلية. هذا مفهوم الأمن الموازي اللي نحبوا نقوله إذا كان نحبوا نقوله أمن موازي. فالمفهوم هذا ظهر ونعطي تاريخه بالضبط ظهر بعد ما كان ثم أمن موازي في عهد فرحات الراجحي وفي عهد الحبيب الصيد وفي عهد في علي العريض بعد بشوية. وقتاش ظهر بعد ما نبيل عبيد المدير العام للأمن الوطني تنحى من على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني وأحيل ككاتب قار في مجلس وزراء الداخلية العرب وهو كان يمثل على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني وتحت منه مديرين عامين وكان ثم هيكلية خفية ما هيش ظاهرة
كانت تخدم في أجندة كمال الطيف وغيره من رجال الأعمال النافذين ورجال السياسة النافذين. قبل الثورة ساعة قلت أنا رأو كان ثم أمن موازي، لكن ما كانش يخدم بنفس الهدف من ناحية، ومن ناحية ثانية ما كانش ظاهر بنفس الظهور، ومن ناحية ثالثة كان فعل مع جهات معينة ولغاية معينة. بعد الثورة الديناميكية هذه والهيكلية هذه كلها تبدلت وتغيرت، فلقينا أمن موازي يا إما مع الثورة يا أمن موازي يا أمن مع الثورة يا أمن ضد الثورة. وللأسف ثم برشا من الأمنيين ضد الثورة، وثم برشا أمنيين مع الثورة. فالناس اللي خدمت في الأمن الموازي بعد بعيد الثورة، معناها شهر و15 يوم و20 بعد الثورة، هي حاولت تحافظ على مصالحها، حاولت تخبي أخطائها وتغطيهم، حاولت أنه أسرارها ما تخرج، حاولت أنه الأرشيف البوليس السياسي ما يخرج، حاولت تغطي على رجال الأعمال الفاسدين، حاولت تغطي على الصحفيين اللي كانوا يتعاملوا مع وزارة الداخلية، حاولت تغطي مع السياسيين اللي كانوا مخبرين، حاولت تغطي مع كافة شرائح المجتمع من اقتصاديين من ماليين من سياسيين من أساتذة جامعيين من أساتذة من صحفيين قلت من مختلف الاختصاصات من رجال أعمال من تجار من عملاء من خدامة بوسطاء كانوا كلهم مخبرين. فالأمن الموازي هذا كان يخدم في اتجاه أنه ما يلزمش الناس هذوما يتفضحوا. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا رصد لآراء الشارع التونسي فيما يخص الأمن الداخلي وظاهرة الأمن الموازي. إذن نعود لسؤالنا الرئيسي أستاذ محمد، كيف للمؤسسة الأمنية أو الأمن الداخلي يتحول من مؤسسة سيادية إلى مؤسسة سياسية؟ كيف ولماذا؟ هو في السياق هذا أنا علاش احنا توكي في الاتحاد الوطني لنقابة الأمن التونسي قلنا طرحنا بعض الإصلاحات في المستوى هذا الأمني، نحبوا المؤسسة الأمنية ما تكونش عصا الغليظة لإنفاذ القوانين والسياسات الدكتاتورية اللي وظبها بن علي، سواء على طريق الشعب الدستورية أو الشعب المهنية أو اللجان المركزية أو حتى على بعض مستوى بعض العمد واللجان المركزية والشباب الدستوري إلى غير ذلك. وكانت المؤسسة الأمنية العصا الغليظة اللي كان يضرب بها بن علي الخصوم السياسيين، وكان ينفذ بها سياساته القذرة وسياسات المعناها اللي تخدم مصلحة الفرد ومصلحة وتتنافى مع مصلحة المجموعة. ولذلك احنا كاتحاد وطني لقبة قوات الأمن التونسي عندنا مشروع إصلاحي لإصلاح المنظومة الأمنية، ولننأى بأنفسنا عن كل التجاذبات السياسية، واللي تكون المؤسسة الأمنية في خدمة المجموعة وليست في خدمة الفرد. وتوا ثم بعض عديد الأطراف السياسية اللي تحب تهمش العمل الأمن الوطني وتشوش علينا وتكثرنا من الخدمات، وهذا مهدد بالإرهاب، خصوا له 6 من الناس 7 من الناس أو هذا كيف ومعناها باش يشوشوا على العمل الرئيسي لقوات الأمن الداخلي. تو نرجعوا للموضوع هذا، ملف الإصلاحات في صلب قوات الأمن الداخلي، لكن توا خلينا نركزوا على هاجس الأمن السياسي. شكون اللي أسكنوا في ذهنية بورقيبة، وشكون اللي خوف النظام من حراك شارع التونسي؟ نحكي على الأمن السياسي وأول تأسيس المؤسسة الأمنية، وإلا هاجس الأمني من ناحية سياسية. الهاجس الأمني من ناحية سياسية يمكن نطرحوها موضوعية وبعين رضيها مش بعين سخط، نقول راهو الأمني لابد أن يكون مهتما بالشأن السياسي باش نجم يحلل، مش هو يشارك في العمل السياسي، على الأقل يفهم ويحلل الشأن السياسي. ولكن في الماضي وفي عهد بن علي المنظومة الأمنية كانت تخدم الحزب الواحد، كانت غير معنية بأي سياسة إلا إنفاذ القانون، مش إنفاذ القانون اللي فايدة الشعب، إنفاذ القانون اللي فايدة الدولة الواحدة واللي فايدة الحزب الواحد واللي فايدة الشخص الواحد. ولذلك نحن توا نحب نأسس لأمن جمهوري، أمن محايد، أمن مستقل، يكون على نفس المسافة من جميع الأطراف السياسية.
شنو هي ظروف ظهور وحدات النظام العام او الباب مع طاهر جيجا او ما او الشهير بطاهر باب؟ شنو هي ظروف نشاتها الوحدات هذه؟ هي كانت جات مع الثوره الطلابيه وجات مع مظاهرات الخبز وكانت مع ولذلك كانت لابد من جهاز لقمع تلك التحركات ولقمع السياسيين، ولكن الان ولابد ان نقول في كلمه حق جهاز الوحدات الدخل توا ولا مؤسسه قائمه الذات تعنى بالشؤون الاجتماعيه، تعنى عندها معناها حتى دروس وعملت دورات مؤخرا، النقابه نتاعها عملت دروس في مقومات حقوق الانسان وقاعده معناها من الادارات الاولى والادارات الاوائل اللي بدات تتقدم نحو معناها في اصلاح المنظومه الامنيه، ولات تقري في حقوق الانسان، ولات تشوف معناها كيفاش العون الامني يتعامل مع المتغيرات الجديده، ولحد الان اخطات خطوات مهمه في الموضوع هذا. اذا كما كنت ذكرت لي استاذ محمد، من بين العوامل اللي سرعت وصول بن علي الى الحكم في ظرف وجيز هي استفحال وعجز بورقيبه. استفحال مرض بورقيبه وعجزه عن اداره الشان العام وصراع الاجنحه داخل السلطه ادى الى اهتزاز مفهوم هيبه الدوله، حيث ظهرت أطراف جديدة في اللعبة السياسية تتآمر على أمن الدولة، وصل إلى حد التآمر مع الأجهزة الاستخباراتية الخارجية أو التواطؤ في العدوان المسلح على التراب التونسي، على غرار ما حدث بحمام الشط بتواطؤ من المخلوع. وانقسمت الداخلية إلى أجهزة ميليشيات تخدم مصالح قيادات حزبية مثل ميليشيا محمد الصياح. أستاذ محمد، كنا نعرف أن الداخلية في الوقت هذاك كانت مخترقة من الداخل ومن الخارج، من الخارج مخترقة من أجهزة الاستخبارات الدولية، ومن الداخل مخترقة من أطراف سياسية داخلية معينة، وآل الطرابلسي وآل بن علي. احنا نعرف زادة اللي كانت عيون ليلة كثيرة في وزارة الداخلية، وخاصة عينها كان وزير الدولة ووزير الداخلية آنذاك السيد القلال عبدالله القلال. أيضا سليم شيبوب كان له حظ وافر في تعيين جل الأمنيين آنذاك. شنو تنجم تقول لنا على الموضوع هذايا، دخول أطراف من العائلة الحاكمة أيضا في صلب الداخلية وتسييرهم لشؤون الدولة في الظل؟ هي الأطراف هذه الكل كانت تسعى إلى التموقع داخل السلطة، هي كانت حرب زعامات وحرب كراسي إلى غير ذلك. وشنية الإدارة والسلطة اللي نجموا ينفذوا بها ويوصلوا بها إلى مآربهم الحقيقية هي كانت وزارة الداخلية، ولذلك معناها ولا ثم صراع أجنحة الطرابلسية وخاصة أخوات ليلى وليلى بزعامة ليلى وأطراف أخرى كانت معناها تفرض الزعامات نتاعها، ومنها صياح اللي عمل الميليشيا الى غير ذلك. ولكن ثم حتى قيادات في ظرف الظروف كانت تحكي تقول احنا معناها افضل سليم شيبوب علينا، معناها وكانوا يتبجحوا بافضل سليم شيبوب وتدرجهم السريع ووصولهم الى سدة المواقع القيادية. كنا نعرفهم ببوليسية سليم شيبوب معروفين، ولكن في عهد عبد الله القلال احنا راهو العهد الاسود لاعوان الامن، حرمنا من منحة التنقل، مجانية التنقل، حرمنا من منحة السكن، حرمنا من الإجازات السنوية، الكل كان على حساب أعوان الأمن. كان هالحرب هذه كلها ضد أعوان الأمن، كانت أعوان الأمن ما عنده حتى مصلحة في الصراعات هذه، بالعكس خسرنا عديد الامتيازات وأثرت علينا وأثرت على معنوياتنا، وكان أعوان الأمن يمكن من معناها أقل راتب وأقل عون الأمن كان مضطهد من جميع ما عنده حق في حتى شيء، حتى في القانون معناها جاب قرابة 80% من الفصول القانونية واجبات، معناها حتى حقوق، حتى 0.6% من الحقوق في المجال نتاعنا في قانون الوظيفة العمومية المنظم للقانون الداخلي لعون الأمن عندنا 80% كلها واجبات، معنا حتى حقوق ابسط الحقوق كنا محرومين منها، حتى الاجازه السنويه معناها تاخذ 10 ايام من على 45 وبعد يقول لك لضروره تحرم منها لضروره العمل. اذا استاذ محمد، بعد ما حطينا المشاهد التونسي في الاطار خلينا نتقدموا بالموضوع تويكا ونمشي بالصلب الموضوع اللي هو الامن الموازي اللي كثر عليه الحديث خاصه في الظروف هذه وخاصه بعد الثوره.
مقولة الأمن الموازي لم تكن إذن مطروحة في ظل اليد الحديدية لابن علي الذي وضع يده على مؤسستي الأمن الداخلي والأمن العسكري عبر إضعاف واحدة على حساب الأخرى واستقواء الداخلية على الدفاع والرقابة المزدوجة على كل من الجهازين انتهت بمهزلة بركة الساحل مما أربك المؤسستين وأوهن كفاءتهما وهذا يعني تحول الداخلية إلى قلعة للسلطة الدكتاتورية حيث كانت تدار من القصر الرئاسي في مقولة الأمن الموازي وفي ظل حكومة الظل المتخفية في أجنحة القصر والتي تسير مؤسسات الدولة وأجهزتها عن بعد. مقولة الأمن الموازي أيضا ظهرت قبيل الثورة حيث اتهمت وحدات الإرهاب قبل فرار المخلوع بأنها كانت وراء محاولة انقلاب على بن علي. ونفس المقولة أيضا أطلقت على وحدات التدخل التي أعلنت عصيانها على المؤسسة السياسية زمن حكومة الغنوشي والسبسي. كما أطلق هذا المصطلح أيضا على قيادات أمنية حسبت على الترويكا وكان الاتهام موجها بالذات لحركة النهضة بعد التعيينات التطهيرية التي قيل عنها أنها محاولات للإصلاح. هذه المقولة تطلق أيضا على حكومة الظل التي يشاع أن رجل الأعمال العدو الصديق للمخلوع كمال طيب الرجل اللغز الذي لديه ارتباطات بالمؤسسات الاستخباراتية الدولية كما يشاع إعلاميا. إذا أستاذ محمد كثرت الإيحاءات وكثرت الأقاويل والتأويلات لصالح من كل هذا؟ هو المصطلح الأمن الموازي كما سبق وقلت هو مصطلح قديم جديد والهدف منه هو إرباك المؤسسة الأمنية ومعناها وأد التجربة الديمقراطية على معنى على اعتبار أن المؤسسة الأمنية هي القاطرة التي تجر وراءها ومعناها لإنجاح المسار الانتقالي وعلى هذا الأساس كل ما يقوم السيد وزير الداخلية بعملية تطهير أو تعيينات جديدة إلا وتتعالى الأصوات في التشكيك في المديرين أو في التشكيك في من قام بتعيينهم والغاية منه هي بعض أطراف السياسية التي تريد الإرباك المؤسسة الأمنية وتريد إفشال التحول الديمقراطي والمصطلح هذا متاع الأمن الموازي هو إذا كان أي إنسان يقول راهو إحنا معناها مع ضد المعارضة ولا ضد التيارات السياسية المعارضة للحكومة يولي أمن محايد وجمهوري وأي إنسان يخدم في إطار القانون ويخدم في إطار حماية الوطن وفي إطار العدالة الانتقالية يولي أمن موازي ويولي مع التروكا كل ما يكون فيه رائحة العمل لصالح الوطن ولصالح الطبقة الحاكمة حاليا يولي أمن موازي. خلينا نرجع ونشد الخيط من الأول. الأستاذ فرحات الراجحي وقتها كشف على بداية مؤامرات عن مؤامرات تحبك في الكواليس على وجود أمن موازي اللي اليوم قاعدين الافتراض الفرضيات اللي قال عليها وقتها قاعدين نشوفوا فيها وقاعدين نعيشوا فيها واصبحت حقائق. شنو قولك في هذا؟ ثم من الزاويتين ثم زوز اراء مختلفه بالنسبه ثم كل ما قاله الاستاذ القاضي الفاضل فرحة الراجحي معناها الحالية قاعدين نشوفه في نتائج وقاعدين نشوفه برأس نفس التوقعات والكل ما قال عليه قاعد يتنفذ هذه من جهة لكن من زاوية أخرى احنا كأمنيين فرحات الراجحي إن نرى اللي كونه أساء المؤسسة الأمنية أولا بحله لإدارة أمن الدولة وهو الجهاز الاستخباراتي والجهاز التعليماتي اللي عنده أهمية كبيرة في الداخلية وعلى مستوى الدولة وعلى مفهوم الأمن الشامل وحاجة أخرى هو ساهم في تفريغ زاد بعض الإطارات زاد أقال حوالي 45 أو 43 إطار أمنيا من أهم الكوادر اللي عندنا وساهم في إفراغ المؤسسة الأمنية من أهم الإطارات نتاعها معناها ثم زوز رؤى مختلفة ولكن هذا ما يمنعش اللي كونه فرحة الراجحي كان في بعض الحالات كان صادقا في بعض الإشارات اللي أشار لها اللي كونه ثم رو ثم تراكمات متاع عشرات السنين متاع ناس تشبعوا من بن علي وكانوا معناها موالين للآلة القديمة للآلة الحاكمة القديمة وما نجموش معناها نستأصلوهم
مرة واحدة من وزارة الداخلية. على ذكر حل جهاز أمن الدولة، لماذا تم حل هذا الجهاز دون ما تفكير في العواقب؟ خاطر احنا كي نحلوا جهاز أمن الدولة ما عادش تم محاسبة، نتسألوا أيضا على الوثائق التي تم أعدامها يومين قبيل الثورة، وقتها كان في عهد آخر وزير الداخلية سي أحمد فريعة. علاش هذايا الكل؟ وينو أرشيف الداخلية؟ علاش تم حل الجهاز هذايا لصالح من؟ علاش ثم خوف من المحاسبة؟ ثم شنية اللي وراء هو حل جهاز أمن الدولة؟ هو غلطة كبيرة، ولكن من حسن حظنا كونه ثم توا حاليا ثم جهاز استخبارات والجهاز استعلامات الإدارة المركزية للاستعلامات قاعد تعوضت معناها كليا وقاعدة تخدم في المرحلة الأخيرة، أعطت نتائج كبيرة وكانت معنا حقق نتائج كبيرة في بخص إحباط عديد العمليات الإرهابية، وأحبطت 4 اغتيالات في معناها متاع في ليلة 27، وكان الجهاز هذايا قاعد يخدم توا وقاعد يتطور وقاعد يقدم في أداء كبير ياسر. هذه حاجة الأولى، ومعناها وعوضنا الخطأ الكبير متاع حل جهاز أمن الدولة. الحاجة الثانية بالنسبة للأرشيف البوليس السياسي أو الأرشيف هذا بصراحة راه موضوع كبير، ولابد من معناها من شخصيات وطنية وشخصيات معناها تحظى بثقة ويكونوا ثقات معناها مستوى عالي، خاطر الرأي مش سهل، ولكن يلزمنا نختاروا زاد التوقيت المناسب. هل توا التوقيت المناسب قبل الانتخابات ولا بعد الانتخابات؟ سامحني كي تقول لي التوقيت المناسب، احنا تويك في اكثر من عامين بعد الثورة، وما زالوا ازلام النظام السابق وازلام المخلوع ما زالوا يحوسوا في اجهزة الدولة الكل، وما زلنا ما نعرفهمش. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تسهل الوصول ليهم ومحاسبتهم كما يجب هي الكشف عن الملفات وعن أرشيف الدولة. علاش التأخر هذا الكل؟ هذا يزيد يأزم الوضع، مش يحسن فيه. هي رأي ما ثماش معناها رغبة سياسية، ما ثماش ثم سياسة، سامحني نقطة بارونتيز وهذا حاجة ما يطالنيش، ولكن ثم سياستك الأيادي المرتعشة. لابد من إنفاذ القوانين، لابد من إرجاع هيبة الدولة، لابد من المحاسبة، العدالة، قانون العدالة الانتقالية لابد من تطبيقه، المحاسبة نبدأ بالمسائلة ثم المحاسبة، إذا كان ثم مصالحة نعمل مصالحة ونمر، وهي أحسن حاجة طوف الوقت الحاضر. لابد من مصالحة وطنية وعفى الله عما سلف، ولكن اللي الناس اللي كانت أجرمت نحاسبوها. ذكرت لي على الاغتيالات السياسية قبيلة، مقتل الشهيد الإبراهيمي، مقتل شكري بالعيد، الأحداث هذه الكل كان مؤخرا تم الكشف عن تسريب ورقة من وثيقة من السيا اللي تقول اللي ثم باش يتم اغتيال الشهيد الإبراهيمي قبل ما يتم اغتياله، واللي قال الوزير الداخلية سي لطفي بن جدو تكلم اللي عن وجود أمن موازي صلب الداخلية. علاش ظهرت الورقة هذه في التوقيت هذا بالذات؟ علاش ما خرجتش من قبل ونبهت وباش على الأقل تفادينا مقتل شخصية سياسية؟ احنا معناها تسريب الوثيقة في هذا الوقت بالذات فيه برشا وجهات نظر، نراه من الوجهة السام الإدارية البحتة. أول حاجة احنا سيد وزير الداخلية أذن بفتح تحقيق إداري وعدلي في هذا الموضوع، على خاطر مش معقول ومش منطقي باش نسربوا هذه معناها وباش نفشيوا أسرار الدولة. هذه حاجة. الحاجة الثانية، احنا أي قطرة دم معناها تنزل من أي مواطن تونسي راهي احنا نحسوا بها، واحنا بصراحة نترحموا على مرة ثانية ومرة المرة الألف على أرواح شهدائنا شكري بالعيد والمرحوم الإبراهيمي، ولكن رأي ثم عباد يتناولوا كان الأخطاء ويتناولوا كان الحاجة الخايبة، ثم حاجات باهية واحنا متفاهمين فيها وبرشا إنجازات عملتها وزارة الداخلية في الكشف عن عديد المخططات الإرهابية وعن عديد الاغتيالات. ولكن ما ينكره حتى حد أستاذ محمد، لكن وثيقة بالأهمية هذه معناها وما توصلش للسيد وزير الداخلية وما توصلش في الوقت باش نتفاداو كارثة كما اللي صارت في البلاد يحط نقاط استفهام. احنا قلنا سيد وزير الداخلية فتح تحقيق بعضه، ونحن في انتظار معناها الكشف عن المتسبب في هذا الموضوع، ولكن احنا حابين نرى من الناحية العملية الإدارة العامة وكل الإدارات المتداخلة قامت بواجبها، وتم توجيه المراسلة هذه للإدارة الإرهاب والإدارة الاستعلامات، وعلى ضوء هي وجهتها لإدارة الأمن العمومي اللي زاد خاطبة الأقليم سيدي بوزيد، ما ندخلوش في التفاصيل،
ولكن وبعد عملوا تحريات ثم وين وصلت حتى لتو التحريات استاذ محمد؟ قلت لك انا في انتظار نهايه وتحديد المسؤوليات بعد البحث الاذن به السيد وزير الداخليه، ولكن احنا حتى كان ثم تقصير احنا ما ناش فرحانين للتقصير، ولكن هي الوزاره الداخليه في مرحله اعاده بناء في وخارجه من ثوره، والمؤسسه الامنيه كانت محل تجاذبات وكانت الكل الهرسله، وتعرضنا للعديد الانتقادات، وكانت معنا ولا يتهمون حتى بوزارة إرهابية، وبدينا نتعافوا من بعد الثورة هذه، وبدينا نجدوا معناها تم حرق عديد المراكز، عديد المناطق، عديد السيارات، معناها الوسائل مازلنا بدينا نجدوا فيها، النفسية كانت هشة وتمست النفسية حتى متاع وين الأمن بديت ترجع، بديت تتعافى المؤسسة الأمنية. وين تتعافى المؤسسة الأمنية؟ وين ثم معناها بداية عملية إصلاح إلا وما تتسرب وثيقة ولا تصير التهم ولا هذين نتسالوا معناها في صالح منا الوثيقة هذه وفي الوقت بالذات؟ وعلاش السيد وزير الداخلية ما على بالوش به؟ هذه كلها تحيلنا اللي كونوا ثم وزارة داخلية مازالوا فيها أطراف فعلا ما تحبش الخير للبلاد هذه وما تحبش نجاح الانتقال الديمقراطي. نفس الأطراف اللي تحدث عليها موقع الفلاقة اللي قام بقرصنة العديد من المواقع التابعة للتجمع، واللي أكد وجود هذه خلية الأمن الموازي الصلبة الداخلية، علاش شكون هل يخفي أسرار العلبة السوداء للداخلية؟ حماية لمن؟ حماية للديكتاتور ولا حماية اللي ما زال يخدم في الديكتاتور من الداخل ومن الخارج إلى حد الآن؟ هي ما يخفش علينا راه ثم المعركة الحقيقية توا حتى على مستوى السياسي، هي معركة على استمالة الأمنيين وخاصة النقابة الأمنية والأمنيين بصفة عامة، هي المعركة السياسية شكون يتموقع. حتى السيد وزير الداخلية قال سيبونا نخدم أرواحنا. المعركة حاليا هي معناها الهدف الأساسي هي استمالة أعوان الأمن والنقابات الأمنية، ولو كان كل السياسيين ينأوا بأنفسهم عن هذه التجاذبات ويبعدوا عن وزارة الداخلية ويخلونا نتلهوا بالخدمة الأصلية بالخدمة معناها اللي تم الأمن القومي، معناها بسم ربي احنا بدينا رجعنا في الأمن العمومي، فرجعنا في الحملات الأمنية في مقاومة الإرهاب، حققنا عديد الإنجازات، ولكن كل مرة تصير فيها تطور ولا تعافي المؤسسة الأمنية إلا وما يقع تسريب وثيقة، كل من يقع أعفاء مسؤول المسؤولين القدامى معناها في إطار إصلاح المنظومة الأمنية وفي إطار معناها الشخص المناسب في المكان المناسب، اللي ما يقع التشكيك في أكل اللي عينه من سيد وزير الداخلية واللي صالح. بعض النقابات الأمنية أيضا تحدثا عن ولاءات أمنية في صلب الداخلية تابعة للترويكا وللحزب الحاكم، شنو رأيك؟ لا لهنا ثم برشا، احنا راهو المشاهد العادي ولا المواطن العادي يشوف عنا عديد النقابات الأمنية، احنا راه عنا نقابات أمنية معترف بها ونقابات أمنية ومهيكلة، هي الاتحاد الوطني نقابة الأمن التونسي، النقابة الوطنية ونقابة وحدة الدخل. شكون الملل يحكي؟ ثم ما يسمى بنقابات الأمن الجمهوري، معناش نقابة أمن جمهوري؟ احنا معناش نقابة أمن جمهوري، هي مجموعة من المعزولين، مجموعة من المطرودين، خاطر احنا النقابات الأساسية كاتحاد وطني لنقابة الأمن التونسي عمرنا ما نقيموا مدير، عمرنا ما نطالبوا بإقالة مدير، عمرنا ما نقولوا راهو المدير هذا تعرضوا لأعراضه الشخصية، راهو المدير هذا ما يصلحش، احنا نسعى لتكريس عقلية ولعلاقة نموذجية بين الرئيس والمرؤوس، إصلاح المنظومة الأمنية يجي بتقييم بعقيدة أمنية، لو إصلاح المنظومة الأمنية عقيدة كاملة مش أشخاص، نهيو والتقييم يجي بتقييم موضوعي. وحاجة أخرى، من يقوم بالتقييم؟ أنا كنقابي أمن نقول راهو المدير هذا فاشل ولا بد من إقالته؟ ماهيش دوري أنا دوري هو الدفاع عن أعوان الأمن اجتماعيا ومهنيا. إذن ماذا عن الاتهامات الموجهة للشخصية القيادية بنداء تونس محمد الأزهر العكرمي الذي تولى خطة وزير مكلف بالإصلاح الأمني، والذي يعتقد أنه كان مكلفا بطمس معالم فساد دولة الدكتاتور؟ شنو تنجم تقول لنا على الاتهامات هذه الموجهة لشخص محمد الأزهر العكرمي؟ أنا إلى حد الآن ما نجمش نقول ننفي أو نؤكد الانتهامات هذه. هذا ما يروج. ما يروج. إحنا المشكلة في تونس أي حتى الإعلام، ولو ثم برشا إعلاميين سامحني أوتر بارونتيز، برشا إعلاميين ولو أبطال بإشاعات كاذبة.
يخرج بإشاعة كاذبة وعندي ملف وعندي منقول على أمن، شكون قال عندي على أمن الموازي؟ ما مدى صحة هذه المعلومات؟ هذاك علاش أنا نحبك تحكي لنا في النقطة هذه. أنا ما دامها موجودة الاتهامات خلينا نحكي فيها، خلي المواطن ننوروه وفهموه. أنا بكل صدق لا أنفي ولا أؤكد التهم المروجة ضد الأزهر العكري. اخترت الحياد إذن. نرجع للأطراف الخارجية اللي تدير دواليب، بعض دواليب الداخلية، شنو تنجم تقول لنا عليها؟ أنت حكيت لنا في بداية الحديث عن وجود حتى الاستخبارات، يد الاستخبارات الخارجية فيما يسمى بالأمن الموازي صلب الداخلية، شنجم تقول لنا؟ لا حاليا خاصة منذ تو حوالي شهر وشهر ونصف، ومنذ تعيين بعض القيادات الجديدة على رأس بعض الإدارات العامة، بدأت تظهر بعض البوادر الإيجابية، والإطارات هذه أثبتت حيادية كبيرة وحرفية، والمؤسسة الأمنية إلى حد الآن معناها ثم أكل، معناها حتى المديرين قاعدين يحصنوا في مؤسساتهم من كل الاختراقات، وقاعدين ثم تطور كبير وتطور إيجابي باش يرجعوا المؤسسة الأمنية لمكانها الطبيعي، هي حماية الأمن الداخلي. أستاذ محمد، ثم نقطة أخرى هامة وهامة جدا قاعدين نسمع فيها والناس كل تحكي عليها تويكة، عن وجود حكومة ظل بقيادة رجل الأعمال العدو الصديق للمخلوع كمال الطيف، وجود يديه صلب وزارة الداخلية، شنو نجم تقول لنا على النقطة هذه بالذات؟ هي بعد كل عملية إصلاح ولا كل بعد عملية إعفاء أحد المسؤولين القدامى ولا حاجة تصير تسريبات، وعلى ضوء كل تسريب ولا حاجة نرجع للكلام اللي قاعد يقولوا فيه من وجود حكومة ظل، من وجود، ولكن لابد من الإسراع بحسم هذا الملف وتحديد المسؤوليات وفتح الملفات وتحديد المسؤوليات. إذا كان كيفاش والأرشيف غايب وما تمش فتحه إلى حد الآن؟ نرجعوا كله مربوط بنفس النقطة، وهي فتح الأرشيف وكشف رؤوس الفساد هذه. هو معناها الأرشيف هو رأيي الشخصي، كان من الممكن فتحه بعد نجاح الحكومة هذه، هي الحكومة الشرعية اللي انبثقت عن انتخابات، كان من الممكن بالإمكان باش تفتحه مباشرة بعد نجاحها، ولكن رأيي الخاص ممكن في الظرف هذا، ما أنا إذا كان مش تفتحه بش ولي يقول لك حملة انتخابية سابقة لوينها، بش يقع توضيبه لجهة ضد جهة أخرى، وبش تصير برشة تساؤلات. ولذا أنا مع الرأي اللي يقول لك نأجلوه بعد الانتخابات القادمة، ولابد من زادة اختيار شكون اللجنة وشكون بش يفتح الملف هذا، إذا ما تكون من الثقات وإذا ما تكون معناها محايدة، باش لا تقول لك انا خدمت الطرف هذا على الطرف هذا، والا استعملته كورقه ضغط على هذا ضد هذا. والمعناها فتح ملف الارشيف كان يكون معناها معلامه مفصليه في تحديد برشا حاجات وفي كشف عن برشا على المعناها على اجهزه الفساد، ولكن تو يمكن الوقت غير مناسب على رأيي الشخصي، هم سياسيين يعرفوا أموره. أرشيف الداخلية وين موجود؟ هل 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 هناك ضمان أنه يبقى في أيدي أمينة؟ هذا إن وجد في بين أيدي أمينة إلى حد الآن؟ الأكيد والثابت كونه موجود في أيدي أمينة، والسيد وزير الداخلية كان صرح بذلك وقال إحنا في معناها في أماكن وفي بين أيدي أمينة، ووقت اللي تحبوا وقت اتفق السياسيين وتتفقوا على الآليات إحنا مستعدين لفتح الأرشيف، وعنا حتى إشكالية. كنا تحدثنا على نقابات الأمن وتعددها، والناس كل تحكي بنا باسم النقابات هذه، شنو تنجم تقول لنا عن النقابات هذه؟ شكون النقابات اللي عندها الحق تتكلم باسم قوات الأمن الداخلي؟ خطر الناس تويك راهي فقدت الثقة، اللي خلفوا المخلوع خلى الناس تفقد الثقة في الأمن الداخلي، تفقد الثقة في البوليس. كيفاش ينجم يسترجع المواطن التونسي البسيط الثقة هذه، وكيفاش ينجم يأمن على روحه وعلى حياته في ظل الأوضاع هذه الكل؟ هي بعض عديد من النقابات الأمنية معناها نقابات وطنية وقاعدة تخدم بحيادية وقاعدة واقفة على نفس المسافة مع كل الأطراف السياسية، وقاعدة تحاول باش تدفع نحو الإصلاح المنظومة الأمنية، الإصلاح من الداخل، وقاعدة تحاول الدفاع عن معناها مشاغل الزملاء ومنظورها الاجتماعية والمهنية، ولكن ثم بعض الأشباه النقابيين، أنا أقول أشباه النقابيين اللي ما عندهم حتى لا قواعد ولا أطر قانونية، وقاعدين هم يشوشوا على المؤسسة الأمنية. وزاد حاجة أخرى، أنت بين قوسين وما نساوش إحنا التجربة هذه النقابية، ما زالت السنة الثانية نقابة، إحنا ما زلنا نتعلموا، ما نجموا
نقبل بعضنا بأخطائنا، لكن تكون أخطاء معناها بسيطة وأخطاء غير قاتلة وكذا، نجموا نتجاوزوا ونجموا نتعاونوا مع بعضنا ونجموا نرجعوا ثقة المواطن. وإحنا راهو في جهة صفاقس، رانا كنا من بداية الثورة كنا نظمنا حملات كانت نظمتها النقابات الأمنية بالتعاون مع القيادات الأمنية، ورجعنا الطمأنينة وحاولنا باش نرجعوا أكل علاقة. لكن ما رجعتش كليا. أنا كي نخرج المواطن التونسي ويقول لي أنا بصراحة ما عنديش ثقة في الـ في الـ في الأمن وفي الـ في البوليس، كيفاش نجم رجعوها ثقة هذه؟ هي راهي بكل صدق راهي نكبتنا في النخبة نتاعنا. راهو كي تشوفك التجاذب السياسي حتى على مستوى الإعلامي، حتى على مستوى البلاتوات، حتى على مستوى الواحد تلقى هيك التشكيك ثم معناها ما عادش حوار ولا عرك ولا معروك ولا تبادل اتهامات. أثر على المؤسسة الأمنية وأثر على كل القطاعات، وخاصة المؤسسة الأمنية. هي المؤسسة الأمنية كانت محل انتقاد من كل جميع الفرقة وكل واحد. ثم ناس حتى سياسيين ما عنده حتى برنامج، حتى تقول له شنو طرحك الاقتصادي يقول لك بوليس سياسي، شنو طرحك الاجتماعي البوليس سياسي، ايش تحب تقدم، شنو برامجك المستقبليه يقول لك المؤسسه الامنيه بها هاي خرجت ورقه، هاي سربت ورقه، هاو ثم خللها. وزيد حاجه اخرى ما تنساش، احنا هيك الاعتصامات وكل الضربات معناها اثرت تاثير كبير زاد حتى على العمل نتاع المؤسسه الامنيه، مشتتنا جهودنا. اعتصام في المؤسسه الفلانيه، اضراب في المؤسسه الاخرى، هاي البركاجات، هاي معناها شتتنا الجهود نتاعنا. لو كان يتفقوا السياسيين نتاعنا ونمشيوا الناس كل المصالحه الوطنيه، تو المؤسسه الامنيه تركز كان على العمل نتاعها وبقدره ربي تتعافى وتمشي زاد كان المفهوم الامن الشامل. شنو تعقيبك على الحادثه اللي صارت في المهديه مؤخرا على البوليس اللي اطلق الرصاص على الشاب هذايا؟ اسمعني تم اخطاء تصير، لكن لو كان نجيو النسبه نتاع الاخطاء 0.0، ما احنا نركزوا كان على حاجه، كان على الاخطاء، وهذا من حق المواطن التونسي باش يركز على اخطاء المؤسسه الامنيه. ولكن ثم عديد الانجازات، ومازلنا كما قلت لك احنا خارجين من ثوره، ومازال حتى نفسيه العون الامن مازال خاطر علاش في بعض الاحيان حتى العون الامن يحس روحه ثم ما عندوش حتى حمايه هو شخصيا، يخرج من داره ما يعرفش عليه روحه، يرجع ما يرجعش، ما عنده حتى خطر عليه. سيزمنا كرسوا هيبة الدولة، خطر هيبة العون الأمن هي في هيبة الدولة. لو كان المواطن يشوف اللي يكون عون الأمن قاعدين محترم وقاعد يطبق في القانون بدون أن يتعارض ذلك مع حقوق الإنسان، ويشوف تطبيق القانون مش بالأيادي المرتعشة ونضرب ما نضربش، فما برشا حاجات ويزم تتوضح. علاش احنا كاتحاد وطني نقابة الامن التونسي طالبنا بمجلة للشرطة، معنا مجلة فيها حقوقنا وواجباتنا، من اللي نخرجوا من المنزل متاعنا للعمل حتى اللي نرجعوا، اعطيني ما لي وما علي، خليني وبعد ما حاسبني مزال نحن مع المسائلة ومع المحاسب. اما تخليها قوانين هكاكا من غير حتى عون الامر راهو بين المطرقة والسندان، بين تطبيق القانون معنا تطبيق التعليمات مش مع خاطر القانون، ومازال ما ثماش دسترت الامن الجمهوري وما ثماش دسترت حياديه المؤسسه الامنيه، وبين زاده ارضاء المواطن. كان احنا ثم عديد الزملاء توم موجودين في السجون التونسيه على خلفيه احداث الثوره، اللي طبقوا القانون تحت اوامر بن علي وتحت اوامر وزير الداخليه السابق توم موجودين في السجون التونسيه. كان قد بن علي راهو عدمها وهرب بن علي، توق مازالوا توم متواجدين في السجون التونسيه وعائلاتهم سردة وعائلاتهم ثم حتى من صغيراتهم ولا يعانون من أمراض نفسية مزمنة. شنو كيفاش حتى حزب في تونس وحتى منظمة حقوقية، ويني منظمة حقوقية، ويني رابط حقوق الإنسان في الملف هذا؟ مشينا لها واتصلنا بها وقلنا لها راهي ثم معناها معاناة متاع زملائنا الموقوفين، ومش كان مربط حقوق الإنسان، عديد المنظمات وعديد الأحزاب ولا واحد خرج بيان قال تطرق المعاناة عوان الأمن الموقوفين على خلفية أحداث الثورة، وقت اللي هما كانوا عوان إنفاذ قوانين طبقوا القانون لقاو روحهم في السجون التونسي. هذاك علاش ثم هيك التذبذب وما ثماش قانون واضح يخلي العون الامن يقوم باخطاء، ولو انها معناها ضئيله وضئيله جدا مقارنه بالحجم العمل المناط بعهده عون الامن. خلينا نرجع لحديثنا للصلب الموضوع بتاعنا، الامن الموازي. احنا حاولنا نحلوا ونناقشوا اللي ورد على لسان الشارع التونسي، اللي ورد على لسان بعض السياسه، على بعض الحقائق اللي قاعدين نراو فيها ونعيشوا فيها. الامن الموازي، هات نلخصوا هذايا الكل، الامن الموازي ما مدى حقيقه وجوده؟
إلى حد الساعة في تونس ما بعد الثورة؟ هو الأمن الموازي بكل صدق هو في معناها هذايا وهم، أنا نراه وهم في أذهان بعض السياسيين اللي كانوا يسعوا إلى السيطرة وعلى استمالة أعوان الأمن. كيفاش تقول لي وهم السيد وزير الداخلية لطفي بن جدو خرج وتكلم خاصة بعد تسريب الوثيقة هذه متاع السية، معناها قال اللي ثم بالحق ثم أطراف خرجت الوثيقة هذه وسربتها لأغراض معينة، كيفاش نجم تفسر لها؟ نفسرها لكونه ثم أمن موالي، ما ثماش أمن موازي، ثم يمكن ما زالت رواسب وثم بقايا نظام فاسد موالي للمنظومة القديمة. أنا ما نجمش نوصف، ما نجمش نسبق أحداث التحقيق هذا إلا نقول حاجة واحدة، اللي كل ما سرب الوثيقة أنا نسميه أمن موالي لأطراف أخرى ولأطراف معادية للثورة. معروفة الأطراف هذه؟ التحقيق خلينا نسميه الاسماء مسمياتها، ما نجمش نسبق انا توا تحقيق اذن به سيد وزير الداخليه ونقول لك انا راي الوثيقه هذه سربها اطراف مواليه لفلان الفلاني، ما نجمش. لكن على الاقل ثم مؤشرات، هو قالها، هو قال سيد وزير الداخليه قال قال راو ثم امن موالي لاطراف، قال ليش لي تمشي بو، قال هو صريح على العباره. لكن انا الوثيقه تحديدا ما نجمش ننسبها للاطراف الاكس ولا الاي، لا، حتى تو في انتظار تحقيق، نتائج تحقيقيه باش تفيد وقتها اللي يجي الناطق الرسمي باسم السيد وزير الداخليه وباسم وزاره الداخليه ويقول لنا شكون الاطراف هذه اللي اثبتت تحقيق اللي كونها متورطه في تسريب الوثيقه هذه، رغم كوننا كما قلت بكري راهو كل قطره دم تنزل من تونسي راهو احنا نكون متألمين وعمل الامن نحبوا ديما نجاحات، نفشلوا فيها حاجات بسيطه ولكن الفشل في ارواح ما بصراحه احنا رانا نقعد متألمين وماناش معنا فرحانين بهالحادث اللي صار. ونرجع نقولوا للحل المشاكل هذه الكل على الاقل كحل جزئي هو فتح هذه العلبه السوداء للنظام المخلوع واللي قاعد الى حد الان نشوفه في المخالفات نتاعو. على ذكر الاصلاحات صلب المؤسسه الامنيه، شنو مقترحاتكم في الصدد هذا؟ احنا كاتحاد وطني لنقابات قوات الامن التونسي تقدمنا بعديد المقترحات، مشينا للمجلس التاسيسي طالبنا بدستره حياديه المؤسسه الامنيه، بدستره الامن الجمهوري، باش نكونوا على نفس المسافه من جميع الاطراف السياسيه والحزبيه والفئويه الضيقه. قلنا احنا خدمنا في منظومه ديكتاتوريه، بن علي خدمنا وخدمنا لصالحه واستعملنا كالعصا غليظة لضرب خصومه، نحبه توا ما نخدمه حتى حد وما نواله حتى حد، لا نهضة ولا نداء ولا حتى حد، نحبه نخدمه الوطن، نحبه نكونوا موالين لتونس، موالين لخدمة شعبنا ولنجاح المسار الديمقراطي هذا إن شاء الله. يا ربي نجيو الختام الحلقة متاعنا اليوم سي محمد، شنية كلمة الختام اللي تحب تقولها؟ الله يدعو الخيانة وجميع المواطنين للالتفاف حول المؤسسة الأمنية، ومعناها رانا احنا نسعى لاستعادة الثقة، نقولهم ثقوا بنا ونتعاون الناس كل مع بعضنا، راهو الأمن ماهوش معناها موكول كان الأمنيين، راهو حتى المواطن وحتى كل مكونات المجتمع المدني، كل الأحزاب، كل المنظمات كلها نجموا نلتفوا حول المؤسسة الأمنية باش نرجعوها لمسارها الطبيعية، وإن شاء الله احنا قادرين بالإصلاحات الجديدة بالسيد وزير الداخلية بصراحة وكل الإطارات اللي تم تعيينها مؤخرا في صلب وزارة الداخلية قاعدة كلها عزم وكلها معناها تحب تخدم وبذل أقصى قصارى جهدها باش نرجعوا المؤسسة الوزارة الداخلية إلى حجمها الطبيعي وإلى مفهومها الطبيعي، هي خدمة عموم المواطنين مش خدم حزب والفرد الواحد. وتأكد أستاذ محمد أن الشعب التونسي ذكي بما فيه الكفاية وقادر أنه يميز معناها من الباهي من الخايب، والثقة هذه ما تسترد إلا حين يشوف اللي ثم خطة جريئة وثابتة وجادة باش ترجع الثقة هذه، وأولها فتح أرشيف الداخلية. الأمن الموازي وأمن الدولة مصطلحان ارتبطا بحالة الانحياز والتعثر في تاريخ الداخلية التونسية، ولكن مفهوم أمن الدولة هو ضرورة سيادية، فأمن الدولة هو أساس سيادتها، وظهور مصطلح الأمن الموازي ليس إلا اختراق لمفهوم السيادة في اتجاه خدمة مصلحة الدولة أو حزب الدولة أو الزعيم الأوحد. فما هو مستقبل سيادة الدولة في وزارة ظلت ضرورة مفتاح الدخول والخروج إلى الحكم ومنه؟
وما وجود السيد علي العريض على رأس حكومة سوى دليل آخر على ذلك. سيداتي سادتي، هكذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من متابعة عن قرب. شكرا لك أستاذ محمد زيتوني على تلبية الدعوة. مرحبا، شكرا للاستضافة. شكرا لك. شكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. كانت معكم ملاك البكاري، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.